لو الحكاية فيها إن فيتو. أنا الشيخ محمد جبريل من أداء صوت الترويح النهاردة، قرار صحيح ولا خاطئ؟ ليه؟ ما دي مش منع ولا فساد صدري والله في أيام اللي هي دخلت من بعد رمضان وآخر أيام رمضان، فما دي أول سنة تصلي ورا الشيخ محمد ولا بالك؟ أول سنة جاي له أنت متدرب ولا عن القاهرة؟ انت شايف الدعاء بتاع امبارح كان في حاجه تؤدي لمنع من الصلاه النهارده ولا كان دعاء عادي؟ دعاء عادي، يعني هو كان دعاء في اللهم صل وسلم، يعني على كل حاجه، يعني على اي شيء فاسد او اي شيء في مثلا ضرر في البلد وكده مفيش حاجه. اثر الشيخ محمد، عدم وجود الشيخ محمد جبريل النهارده في اقبال الناس، في وجود الناس زي امبارح؟ هو طبعا يمكن العدد اقل شويه النهارده، بس اعتقد برضه امبارح عشان ليله القدر فهي كانت مناسبه دينيه طبعا وكده، فالناس كلها كانت نفسها تصلي امبارح، لكن النهارده طبعا العدد اقل شويه. محمد كبير اثر النهارده في الناس؟ اكيد، هو في ناس كتير رفضوا ده مثل اعلى، فلما ما جاش كتير تخلى عن الصلاه، وان كان ده مش شرط اساسي، بس ناس تعتبر ده قدوه. دايما بيمشوا ورا القدوه، لما جاب اضطر ان هم يروح يصلي في اي مكان خلاص. انت شايف القرار صح ولا غلط؟ ما ليش دعوه بيه، انا شايف، انا بحب السيسي، انا مالي بيه، هو لي وجهه نظر احكم بيها وراحته. منعه النهارده من الصلاه اثر على الناس اللي كانت موجوده؟ عدم وجوده النهارده، يعني في ناس جايه تصلي عشان، في ناس جايه، لا انا جايه اصلي عشان، هو صوته حلو بس ما مشيتش، بس في ناس مشيت كتير، في ناس مشيت كتير عشان هو ما بيصلي، بس ده بردك مش مبرر، يعني اللي يعني الصلاة النهارده ما كانتش حلوة، ده يصلي ربنا. أنت أصلا شفت امبارح في الدعاء، أنت بتقول صليت وراه، دعاء امبارح، أنت كنت شايف حاجة منه خارجة، دعاء خارج بتاع؟ هو حر لوجهة نظره. يعني كل واحد حر له وجهة نظره. أشوف أنا إيه بقى وأحكم عليه ليه؟ سيء. يعني أنت شايف القرار صح ولا غلط؟ اللي هو يتم منعه من الصلاة النهارده؟ مش النهارده، يعني الشيخ محمد جبريل مش فاضي. لا مش هيجينا. ما هو خلاص بقى، ما جاش، ما الصلاة خلصت. ايوه، لا اما امبارح يعني الدنيا هنا زحمه قوي، بس يعني احنا اهتمام كبير على يعني ايه عدد المصريين اللي كله 27 في رمضان، ودي حاجه جميله جدا في مصر، وطبعا احنا مبسوطين كطلاب اندونيسيين وطلاب ماليزيين.
وطلاب وافدين يعني في كل العالم في كل انواع الخلم الا في مصر. انتوا جايين بالخصوص عشان تصلوا ورا الشيخ محمد جبريل ولا عادي ممكن تصلوا ورا اي حد؟ بالنسبه يعني رمضان في مصر انا قبل 27 في رمضان ما وجدت شيء اسلام الفكري الا النهارده هيجي في عمرو بن عاص تمام. لكن احنا برضو بدور عن 27 عشان ليله القدر. وبعدين شيخ محمد جبريل ده يعني شخص مشهور جدا بقراءته الجميل جدا وصوت صوت الحلوة تمام. دي يعني ايوه دي سبب يعني. دي سبب احنا يعني يحضر في جميع عمرو بن عاص يعني ده سبب بيخليكم تشوفوا محمد جبريل السبب بيخليكم تيجوا تصلوا وراه عشان صوت برضو يعني عشان يعني ايه يعني لما احنا بسمع قراءته كويس احنا بيزيد عن الخشوع عند ربنا سبحانه وتعالى. صليت وراه امبارح مش ورا بالظبط يعني عشان امبار يعني الدنيا زحمه قوي يعني ما صليتوش هنا امبار. لا احنا صلي هنا لكن في برا برا لكن النهارده يعني الناس مش يعني مش كتير مش زحمه قوي الحمد لله رب العالمين. اتفضل. امبارح كان في ناس بتصلي وناس كانت صوتها لان الراجل دوت على ناس هنا بتحبه وناس عارفاه وبقاله سنين بيصلي. فاتفاجئنا النهارده اللي هو ما جاش ما اعرفش والله غير لما قالوا ان هو اتمنع وكده. فسمعنا اللي كان في تحقيقات وكان في ناس بتقول ان هو كان تجاوز مش عارف مش عارف ملابسات الموضوع بس انا اتمنى بس ان هو يرجع تاني من الناس. انت اول مره تصلي وراه ولا بتصلي بقالك كتير؟ لا انا مش باستمرار لان انا مش من القاهره. يعني انت مغترب؟ انا جاي من دمياط تقضي مصلحه وكده فكنت سمعت اللي هو بيصلي هنا فجيت على اساس ان انا اصلي وراه. فاتفاجئت اللي هو ما جاش النهارده فصليت عادي. صليت وراه امبارح ولا النهارده؟ لا ما صليتش معاه امبارح لان لسه جاي النهارده. يعني انت شايف قرار منعه من صلاه التراويح قرار خاطئ؟ طبعا انا مش عايز اقول خاطئ واقول صواب بس انا اتمنى من ربنا تبقى تمام ويجي ويستمر تاني وفي نفس الوقت برضه الدوله تاخد اجراءاتها وتحاول اللي هي مثلا يعني يبقى في صواب في الموضوع مش بس. انت شايف الناس النهارده انبسطت من الصلاه في عدم وجود الشيخ محمد جبريل برضه؟ احنا بنيجي نصلي لربنا اولا واخيرا بس عامه التراويح في رمضان بنستحب ان احنا نصلي ورا واحد يكون صوته كويس وراجل عارفينه وراجل طقي. الشيخ محمد جبريل من الناس اللي يعني عارفينها من سنين راجل صوته كويس وراجل مقرئ القران مجتهد وكويس والناس كلها بتصلي وراه ودعاء كويس. بس في ناس بتحسبه على الاخوان هل فعلا ده كلام صحيح اللي هو ممكن يكون بينتمي لجماعه الاخوان المسلمين ولا ده كلام غلط؟ لا انا ما عنديش فكره والله الموضوع ده انا ما فيش عندي فكره. بقول لك بس بدي اصلي بس وراء التراويح مش اكتر حتى ما اصليش كلمته ولا اتعاملت معاه بس انا بس الموضوع صلاه مش اكتر. زعلت النهارده لما عرفت اللي هو مش هيقضي صلاه التراويح؟ والله بامانه بس انا اتمنى يعني اللي انا سمعته اللي هو بس اتعمل معاه تحقيق مفيش حبس ولا حاجه ده اللي انا سمعته. فيا رب بس تيجي على قد كده بس ما فيش حاجه يحصل ضرر وفي نفس الوقت برضو البلد ما يبقاش فيها مثلا يعني ضرر وما فيش اي حاجه والامور تمشي وكل يبقى مرتاح والناس تبقى مبسوطه والدوله تمشي وتستمر وده اللي بنتمناه من ربنا والله. ربنا يوفق كل الناس ويوفق المسلمين كلهم مع بعض. مع الشكر. ابدا يا كريم. اتفضل. شايف القرار منعه صح ولا غلط؟ غلط. طب ليه؟ هو الراجل بيتكلم الحقيقه يعني كان بيتكلم السياسه ولا دعا مثلا ولا ده راجل كويس مش وحش. طب انت حضرت الليله امبارح صلاه التراويح هنا امبارح كنت شايف الدعاء بتاعه كان خير ولا كان مش حقيقه يعني دي الحقيقه فعلا. انت شايف النهارده الناس اختلفت الاقبال على الجامعه اختلف يعني الناس بتيجي في اغلبيه الناس بتيجي عشان تصلي ورا الشيخ محمد جبريل؟ لا هو الراجل ده ليه شعبيه يعني مش من دلوقتي من زمن يعني. انت مغترب ولا من القاهره يا حاج؟ لا انا من الجيزه قاعد كده في الجيزه. بتيجي كل سنه هنا عشان تصلي ورا الشيخ؟ لا انا باجي في الصدار يعني مش كل سنه باجي في الصدار ساعات باجي في الجمعه اصلي يعني انت مش محدد في رمضان بس انت بتيجي هنا على طول. شكرا.